هاي كيفكن يا حلوين واهلا وسهلا فيكم مرة تانية بقناتي على اليوتيوب. اذا انتم جداد على الصفحة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد. وهلا خلينا نشوف الفيديو عن شو. بما انه الفيديو الماضي رحت على السوق وصورت لكم تقريبا شو نازل من ديكورات للخريف، فاليوم حبيت نزين مع بعض لحتى تشوفوا كيف ممكن نغير ديكورات البيت من سيزن لسيزن. رح نشوف اليوم تغيير شوي بالمطبخ، كيف عملت ديكور الخريف بالمطبخ وكيف عملته بغرفة الجلوس. جبت كم غراض لحتى تاخذوا شوي فكرة عن كيف ممكن نزين بيتنا. خليكم تابعين لاخر الفيديو رح تشوفوا كتير شغلات حلوة. هاي الأغراض اللي لازمين جبتهم من السوق، وجبت كمان طبعا ديقطين بألوان أنا حابة أعملها ببيتي، وأكيد لازم تكون بتناسب الألوان الموجودة عنا. هون الكافي كورنر قبل رح نطفها أكيد وتشوفوا كيف رح تصير بعد. وهون الكاونتر والمطبخ، طبعا المطبخ صغير لأنه أبارتمنت صغيرة. هون رح ننظف شوي ونقيم الكركبة الموجودة على الكاونتر ومشان نحط الشغلات الجديدة اللي جايبتها. رح نبلش بالديكور. هون جبت بورد خشب، حسيت شوي بيعطي دفء اكتر للمطبخ بما انه كله رخام وحجر والوان شوي باردة. حطيت طبعا علب القهوة والسكر وزينت شوي باليقطين، وجبت لوحة صغيرة كمان بتعبر عن فصل الخريف او اللي هو البامبكن ستايل. هون كمان جبت بورد من اللي بيدوروا، وجبت هدول ممكن تلاقوهم بأي مكان بالطبيعة، فيكم تقصوا منهم ما في داعي انكم تشتروهم. واي شيء طبعا انتو حابين تضيفوه للمطبخ، انا حبيت جيب هاي بلست وكمان لوحة مرسوم عليها اليقطين. بعدين بنبلش نضيف اليقطين، وطبعا اكيد ما رح ننسى الشمع، كتير بحس الشمع بيعطي هيك منظر حلو وانا اكيد ما بستغني عنه باي غرفة بالبيت. هون كمان حبيت زين جنب المجلى ببورد خشب، فيكم تحطوا طبعا اي شكل حابينه. طبعا ما رح ننسى حامل الشمع مع اليقطين، وهون اليقطين خبت شوي فيش الكهرباء. لحتى اعطي شوية نظافة لجنب المجلى حبيت حط هذا البورد الخشب مع سائل الجلي وكمان اكيد يقطيني. كمان مسحة خفيفة للكاونتر توب الجزيرة النصانية. حبيت ضيف هذا الرانر تيبل شوي لونه على خمري بس بيناسب الكراسي الموجودة والجو العام. هاي كتير حبيتها، هي بتتعلق على الباب بس حبيت تكون مثل فوكال بوينت بالمطبخ، وكتير منظرها حلو ألوانها حلوة وأكيد ما رح ننسى اليقطين وكمان يقطينات صغار لحتى نعبي الفراغات.
طبعا هاي البام كان كتير حبيتها لأنه بتضوي فبتعطي بالليل جو كتير حلو. طبعا اجيت لهون لغرفة الجلوس، هاي كيف كانت، رح اقيم الكركبة ونظف شوي. هون بلشت زين بالمخدات وبالبلانكت البيضة، طبعا حبيت ضيف اللون الأبيض لحتى يعطي شوي كونتراست للكنبايات وللقعدة بشكل عام، وأكيد المخدات اللي عليها مرسوم بامكنز. طاولة الوسط هدول اللي بالفيز، مرة كنا رايحين مشوار شفتهم على الطريق وكتير كتار، فصفيت سيارة على جنب ونزلت قصيت كم وحدة من هون، وليكو شو طلعوا حلوين. الطاولة الجانبية يمكن حتستغربوا شوي كيف هون محلها، بس حبيت أعطي وسع شوي لغرفة القعدة، وبما أنه في تنجيد على طرف السكشنال فحبيت زيح التشيز على جنب وحط هاي الطاولة هون، وأكيد منزينها باليقطين مع الشمع. هون إجا دور الباسكت يلي كتير بحبها بغرف القعدة مع البلانكت. بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، وإذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، وما تنسوا تتابعوني على حساباتي على الانستغرام والفيسبوك، وبشوفكم الفيديو اللي جاي.